أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي الطقس العرب في الأردن. يسود الطقس غالبا صافي هذا اليوم في العاصمة عمان مع انخفاض على درجة الحرارة، حيث تسجل العظمى في العاصمة عمان حوالي 25 درجة مئوية، الملموسة 24، والرطوبة حوالي 68%، والرياح تكون غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأها شمالا: إربد 27 إلى 14، تفرق البعض الغيوم، عجلون 25 إلى 12، جرش 27 إلى 14، والمفرق 27 إلى 16. المنطقة الوسطى البلقاء 27 إلى 15، الزرقاء 27 إلى 16، العاصمة عمان 25 إلى 15، مأدبة 26 إلى 14، والبحر الميت 33 إلى 21. المنطقة الجنوبية الكرك طقس صافي 22 إلى 13، الطفيلة 24 إلى 15، الشوبك 23 إلى 14، ومعان 29 إلى 16، أما العقبة طقس صافي 34 إلى 23. المنطقة الشرقية الأزرق طقس صافي 32 إلى 18، الصفاوي 33 إلى 18، ورويشة 33 إلى 19. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، تابعونا في النشرات اللاحقة وإلى اللقاء.